يا شباب فلت الراس حق الكاميرامان، اخذوا كل شيء ترقصوا، ها كل شيء ترقصوا، جاكم العذاب. السلام عليكم شباب، ورجعت لكم بحلقة جديدة. وطبعا يا شباب نزلت الحلقة لكن من شوي تأخرت شوية شوية، بس شو يا شباب اني كنت باخذ غفوة. بعد لازم انا انسان بشر، لازم انام يا شباب، لو على هواي ما انام. اذا كنت توك جديد على القناة تأكد انكم فعل جرس التنبيهات ودعس لايك، وخلونا نبدأ. اول شي راح نسوي رياكشن وبعدين راح نحلل المقطع ان شاء الله. اوكي سكبيدي، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد، جمب سكير يا شباب، هي متوقع انها تكون مرعبه. كم يلا 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 يلا. 1 اوتش 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 اوتش. يا سحب كده انا سرعي سرعه. اوه ماي جاد، ويل ويل، مسجونين سجين. اوه ماي جاد، سجين يا شباب. طلع طبعا هاي من ضمن التوقعات انه يكون سجن، قلت لكم يا يعني انه مستشفى او سجن او او او. افتح طبعا 100% في باب بينفتح يا شباب. ايش صاير؟ ادوه الباب، الله يستر الباب بينفتح ده، في باب كبير ودم هنا. ادوها، اقعد. او ماي جاد او ماي جاد، اح يا شباب. ول 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 ول، مجانين سكيبيدي المجانين. او ماي جاد، ادخل ادوها يا اللخبطه، طلع يسكر. ليش ترقصوا؟ ترى المكان يخوف. اوه وين يمه 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 يمه، بسرعه بسرعه. تضر، لا قلت لكم يا شباب انهم مو متفقين، ما في اتفاق، بس لازم يضحي ترى شباب بيدخل. او ماي جاد، ليش ليش عصب خلاص. او ماي جاد، مايكل جاكسون. مايكل جاكسون. شباب حاطين واضح الخشم والبوز والقبعة، سجن سكيبيدي مجانين، ما احد مقادر يسيطر عليهم، اكيد راحوا حبسوهم. نو واي، انه الغضب باقي بس 4 يا شباب. او ماي جاد، يا لها من حلقة اسطورية، تمنيتها ما تنتهي والله، تمنيتها ما تنتهي. واو الاكشن، خلونا الان يا شباب نحلل الحلقة الاسطورية هذه يا شباب، بارت 1. واو كيف بارت 2؟ اول حاجة يا شباب نقراها وهي الوصف. الجديد على القناة الان، اذا بعدك ما دعست لايك او انك ما فعلت جرس التنبيهات تفضل، اما بالنسبة للمتابعين القديمين انا متأكد انكم ما راح تقصروا في الدعم باللايك والنشر وايضا كتابة تعليقاتكم وارائكم. سكواد goes through the bottom floor. او ماي جاد، يعني الرباعي رايحين الى الطابق السفلي. هل بروح طابق انزل من كذا يعني؟ اوه نو يا اخي، الحلقة فيها كمية ابداع مو طبيعي، سريعة الحلقة، عجبتني مرة، لذلك راح اعكس الفيديو بعدين ان شاء الله. اوه ماي جاد، على طول الجمب سكير يا شباب.
عيونه تشبه احد شخصيات ترمينيتر. دخلوا الباب الاحمر، بعد ما دخلوا الباب الاحمر على طول صاروا عند هذه المنطقة، فعلى طول يهجم عليه هذا الاسكيبيدي يا شباب الكاميرامان، وقعد يبعطه ويضربه تبقيس، ولا على طول افتر راسه 360. واو طلع زي الرنج يا شباب اكس مان. اول مرة اشوف هالسلاح. بوم والرفسة دي ما لها حل. او ماي جاد طالعوا يا شباب هيكل عظمي هنا، واضح ان المكان ده مسحوب عليه ومهجور، كلهم سكبيدي مجانين يا شباب، سجن مجانين او مستشفى مجانين، سموه اللي تسموه. العالم ما هو قادر يسيطر عليهم، هذه نفس فكرة غارتن اوف بامبان لما قلت لكم ان في شخصيات فاشلة ما احد يقدر يسيطر عليها، لذلك هي حطوها في مكان مستبعد وما احد يبغاها بسبب انها تصير ضدك وتصير معاك في اي وقت. فاتوقع هذه فكرة وجود السكبيدي هذولا، ليش هم محبوسين وحاطينهم في هذا المكان، لان لسه ما احد قادر يسيطر على عقليتهم دولة يا شباب. هنا في كائن بشري لكن واضح يا شباب عنده اسلحة، ده والله عدلة. قعد طلع زي السائل بعد زيادة. دخان كهرب ذا. يا شباب شوفوا هذا هنا الهيكل العظمي، هذا واحد من العلماء او الدكاترة، يعني ثيابه لسه موجودة. هذا تقريبا اول سكيبيدي احنا شفنا وجهه يا شباب، لو تلاحظوا اول سكيبيدي في السلسلة. واو كده على طول بدون ما يطالع يا شباب، شوفوا اللقطة الاكشنية والله يعجبني ذا، هذا تحسه زي النينجا. لعبة بس دقيقة يا شباب، يبيض يروح فوق راسه. بوم حلقة اكشنية، قاعد احاول اشوف السقف اللي فوق انا يا شباب، ما في شي واضح. اقعد ادي هاد تسريبة يا شباب، هذا قاعد ما يسوي شي يا شباب، وعدنا شوفوا كم واحد هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. ستة على سكيبيدي واحد، ايش دعوة وايش فيكم انتم؟ اثنين كاميرامان طايحين على روحهم ميتين، هذا مو مهتم ابدا، كتفه يا دي قاعد مستمل، يقول له اوكي تم السيطرة على الوضع، قاعد يشوف في المونيتور هذا يا شباب، طبعا هذا الحين اللي قاعد يصور هو اللي اخذ العدسة من عند الكاميرامان اللارج كاميرامان اللي مات، شوف كيف والله علقه علاقي صار. طالع يطالعهم جوعين. السلام عليكم، بتطلعونا بتطلعونا نبي نطلع. يا الله ده يحترق ده يتعذب قاعد سكيبيدي، ما هذا بنشوفه، ده واضح شكلنا هذا بنشوفه يا شباب، صدقوني الشخصية دي شكلها بتطلع في الحلقة الجاية، بيهدوها هد شخصية نارية. كبير ده، هذا كبير ده مجنون يا شباب، هذه شخصية لممثل مجنون صدقوني، ما انا متذكر اسمها الان بس ان شاء الله اذا عرفت بحط لكم صورة الممثل. راسه كبير ده يخوف صاير، لكن هيكل عظمي بعد. افتح الباب يا حبيبي، عند المونيتور وفتح الباب، لحظة بشوف المونيتور يبين عن في شيء، ما يبين في شيء، كأن المونيتور حقه. شباب ابي اغش انا، ابي اغش. دقيقة دقيقة المونيتور يا شباب، المونيتور بين هنا، بين شوي والله ما اشوف، يمكن في عبارة في صورة تبين واضحة بس ما تبين يا شباب. باختصار يا شباب هو قاعد يشوف المكان الجديد، قاعد يشيك على الكاميرات اللي قدام، اذا يشوف المكان امن خلاص يدخله. شوفوا هذول الثلاثة الهيكل العظمي، او ماي جاد. ساك الله بالخير، هذول فالين. ها وش الرقصة ذي؟ هذا رقصته ما لها حل يا شباب، رقصاتهم. هلا هلا هلا. هذا يا شباب تحسه بقول لكم ان طلعت لا اراويكم شغلكم كلكم. اوكي، الان يا شباب هنا المنطقة مرة مهمة، مرة مهمة. شوفوا الباب الكبير اللي على اليمين، واضح في هذا الباب يا شباب في وحش، في مو بس مجنون، مجنون ووحش بعد. حجمه كبير، هذا حاطينه في الانفرادي يا شباب. اوكي بعطيكم نظريه نهايه الحلقه، في دم هنا يا شباب وسكيبيدي ميتين، في واحد قضى عليهم من قبل، تحس ان السكيبيدي دول عادي يتضاربوا مع بعض يا شباب، ما يعرفوا احد.
طالعوا يا شباب، طالعوا البراميل هذه هنا مكان الاختبارات، يسووا عليهم تجارب دول المجانين. في البراميل البيضة هذه يا شباب من الممكن انها تكون الغاز هذا اللي يصنعوه الاخضر، او تكون حاجة ثانية غير سائل مختلف، اوكي، يمكن طاقة او شيء. ففوق في شيء، ولكن عندي نظرية الان هذه بعطيكم اياها بشكل مقدم، ان وجود البراميل هذه يا شباب راح بتكون في فرصة ان الواحد يحط قنابل هنا عشان يفجر المكان، لأنه يمكن هذه تنفجر حساسة يا شباب، متفجرة، لأن في شيء لازم يصير في هذا المكان إنه يتفجر يا شباب، يتدمر. هذا الشيء لازم تعرفه. طالعوا الباب وش كبراله، باب الانفرادي، في كلمة سر كأنها يا شباب، في أربعة مربعات باللون الأبيض، باب انفرادي، شوفوا كيف هو مسكر بإحكام، وهذا هو السبب اللي يخلي الكاميرامان المتعاون مع العميل السري يطالع في المونيتور يشوف المكان آمن ويعبر ويدخل وهكذا. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، لحظه صام. اوه ماي جاد شباب، سامحوني ما جبته بس ان شاء الله يجي. هو يجي انزين غايب، لان اخر مره طار، كل قام يصارخ، واخر شيء طار ركب فوق خربطني. يا شباب فلت الراس حق الكاميرامان، اخذوا ذبحت عليكم. ماي جاد يا شباب، دقيقة، شوفوا كم سكيبيدي هنا يا شباب، مرحاض فاضي، تحس جمعوا مراحيض من البيوت، تحسهم حط يلا. طبعا هو اللي رمى الراس حق الكاميرا مان هذا، بس انا قاعد احاول يا شباب اشوف هنا فوق، ما يبين شيء هنا على اليمين، الدرج هذا على طول ده. او ماي جاد نزلته، اح هذا اللي كان يرقص يا شباب الصدق، هذا هو اللي كان يسوي كيدي، ما ادري ايش يسوي، بس ده مختلف كأنه ترمينيتر يا شباب ومتوحش. قرطع رقبته، فاصل والله فاصل، طشر الدم او السائل هذا، شوفوا يا شباب زي اللي لابس كأنه شنطه، بس ما ادري ايش، شنطه حديديه هبش. ابلع، او ماي جاد، او ماي جاد، خوف. لسه في هياكل عظمية هنا بعد. ايوه الحين بينت الصورة يا شباب، هنا كأنه في زي المغاسل، مغسلة، واحد يغسل ايده، بس لا 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 مو مغسلة. شوفوا الجدار كيف متهشم شوية يا شباب، متشقق. في مكان في مكان سري هنا، اتمنى ذا فوك بوم لما يخلص الموسم هذا يحط لنا مشاهد زي اللي قبل. على طول فتح، شوفوا هذا اللي في النص يا شباب، ظاهره جايله تفلقعاه من كثر الدق يا شباب، كلهم طلعوا، شوفوا اليمين واليسار، تعالوا وش قاعدين نسوي، توك خلاص لا تطالعوا يا شباب. في كونتينر هنا وفي براميل هنا، ان شاء الله اقدر اشوف الرسالات المكتوبه. والله ما يبين، سكر، او ماي جاد، سكبيدي ذا مسكره عواينه ومسكره ادائنه، هنا كلهم يسووهم يا شباب، بعدين يهدوهم، هنا مشاريع خاصه بعد هي ما يتم اطلاقها يا شباب، او يمكن تكون تجارب فاشله، قاعد بعدهم قاعدين يبرمجوهم، فيحطوهم هنا خلاص يسجنوهم. ادوها مايكل جاكسون، مايكل جاكسون جاي يا شباب، او ماي جاد نظرته. كل شيء ترقصوا هنا، كل شيء ترقصوا، جاكم العذاب. بوم! عشان ما يرقصوا. ماي جاد. يلا يلا رسالة، خلينا نشوف هالرسالة هذه، كلنا نشوف كونتينرات يا شباب، وأخيرا شفنا كلمة واضحة في طابق فوق، واضح إنه خلاص مصنع متكامل. هنا مكتوب يا شباب فراجل، هنا بعد نفس الشيء فراجل، يعني قابل للكسر، يعني يقصد هو الصندوق هذا يعني يا شباب انه ينكسر بسرعة يعني، او في اشياء موجودة حساسة تنكسر. الباب هذا اللي هم دخلوه يا شباب 540 كأنه اخذه من عنده، نهبه من عنده يا شباب، قال له جيب. طيب ما تقدر تحاربه؟ يقول لا، انتظر الكاميرامان اصحابي. او ماي جاد قوي حده، وال سريع جدا، وعنده المنشارات بعد. الباب ده اقوى، ما يقدر يعبر، شوفوا كيف يا شباب، شفتوا كيف الدارك سبيكر مان، بس
الحين سؤال، هل هو اتخذ قرار صحيح؟ يمكن يكون قرار صحيح يا شباب. الطريقة الوحيدة انك تسكر الباب لان عددهم قليل ويمكن يقضى عليهم. بس الحل الان يا شباب ان الدارك سبيكر مان هذا يا شباب حكيم وذكي، وفي نفس الوقت يمكن هو مو شجاع، عشان كده سكر الباب. يمكن يقدروا يحاربوه ويقاتلوه بس ايد واحدة ما تصفق. ما في تايتنز، هذا النوع من الشخصيات اللي يقدر عليه التايتنز يا شباب، قوي جدا. هذا لازم يمسك التايتن ويصفق تصفيق. والله فقعت فقع تبقيس الله هذه اللقطة متعبرة، والله معبرة. ما قال شيء. طالع افهم يعني. واحد اثنين وذاك اللي كان مسجون رأسه كبير بعد، ذاك أربعة وغيره بيجوا بيصير في خراب. طالع الطريق طويل، يا الله المسافة طويلة يا شباب. يدقوا في البيبان. في هذا المكان يا شباب نظريتي الآن إنه لسه بيواجهوا بعض شخصيات وبصير في مشاكل، وأحس إنه من ضمن المشاكل اللي راح تحصل إنه بظل شخص واحد فقط بصير وحيد فريد. فهل بيقدر يكون هو البطل يحل لنا اللغز هذا اللي داخل؟ لأن العميل السري إلى الآن ما له حس يا شباب. وشوفوا المسافة الطويلة اللي قدام، إلى الآن ما شفنا العميل السري مع الأسف يا شباب، ولا شفنا نوايا العميل السري مع الأسف. في باب هنا على اليمين يا شباب، يمكن هو يروح يمين يمكن يروح سيدة، بس بناء على مشيتهم أنهم رايحين سيدة. القائد صاير هذا، خلاص هو اللي يمشيهم. فمتوقع يا شباب ان بنوصل لمرحلة انه يظل هذا لحاله ويقابل العميل السري مثلا، او يظل هذا الدارك سبيكر مان لحاله. احس هالفنين بموتوا، ما ادري ليش، احس بصير في حاجة مأساوية. بس ان شاء الله في اللحظة الاخيرة يصير في دعم. انا احس ان في بوابة ما خلف هذا المكان بتخلي يمكن التي في مانس انهم يقدروا ينتقلوا، لان الى الان ما في اشارة انهم يقدروا ينتقلوا الى هذا المكان. فان شاء الله اول ما يجوا التي في مانس بصير في دعم. فاحس ان في بوابة سرية الى مكان خارجي تخلي التي في مانس العاديين يقدروا يدخلوا. ممكن لازم في نهاية المطاف نشوف التي في مانس يا شباب يدخلوا، لان الوضع صعب بدونهم.